السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدث عن تحديث جديد في المنتدى اللي هو التعليقات سابقا وليس منتدى القناة. وطبعا اليوتيوب عمل هذا التحديث لتسهيل يعني الرد على التعليقات، يعني أنت سابقا كنت تكتب التعليق كتابة، الآن بيكون التعليق جاهز وما عليك إلا تضغط على التعليق ويصبح يعني ترد على التعليقات اللي أجتك. وكمان راح نشوف في هذا الفيديو في نهاية الفيديو كيف يمكن أن يعني تحصل على مشتركين بكل سهولة. راح أشرح لكم طريقة سهلة جدا للحصول على المشتركين، وبإمكانك خلال شهر واحد تحصل على أكثر من 1000 مشترك. يعني إذا أنت نشيط وتابعت الموضوع بسهولة راح تحصل على مشتركين. أتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو للنهاية علشان تستفيدوا، وكمان يعني أرجو أنكم تعملوا اشتراك، لأنه فعلا 50% من اللي بيشاهدوا فيديوهاتي غير مشتركين في القناة. فأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وكمان اللايك مهم جدا يا جماعة. أرجو أنكم تضعوا اللايك، واللايك يعني مش بخسر إشي. أتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو مرة أخرى للنهاية عشان تستفيدوا، وإلى الشرح العملي. أهلا بكم. ندخل إلى استوديو اليوتيوب التطبيق، ونروح على المحتوى، نضغط على الكل، عرض الكل. ندخل إلى الفيديو الأول هذا علشان ندخل إلى التعليقات. نلاحظ هنا التعليقات، نضغط على عرض الكل، نشوف أحد الفيديوهات اللي عليه تعليق وأنا ما رديتش عليه. طبعا هذول التعليقات رديت عليهم. نشوف تعليق أنا ما رديتش عليه، هذا التعليق مثلا، التعليق هذا أنا ما رديتش عليه. في عندي هون خيارين، لاحظ اليوتيوب كتب لك رد على هذا التعليق. هنا هو كاتب I just subscribe from Singapore، من سنغافورة. هذا هون هو كتب لك الرد على التعليق، ممكن انت تستعمله. Welcome, subscribe to get more videos like this. ممكن تكتب هذا التعليق، وممكن تأخذ التعليق الثاني اللي هو Thank you, glad you found it help، يعني شكرا لك انك وجدت هذا مساعد. يعني فأنا هنا بضغط على thank you، لاحظ، وعلى طول بضغط على السهم هون، فبالتالي thank you glad you found it helpful. هلا هذا التعليق أصبح جاهزا لهذا، يعني ردا على هذا التعليق. نأخذ مثال آخر، يعني ما بدي أعمل أمثلة كثيرة لكن فقط مثال آخر. لاحظ هنا هذا التعليق بلغة يعني أنا ما بفهمها بصراحة يعني، لكن هو اليوتيوب أكيد يعني بيعطيك تعليق مناسب لهذا التعليق، فأنت بتختار يعني أحد التعليقين هدول، إما هذا أو إما هذا. إذا هو عامل لك مثلا اشتراك فأنت بتكتب له هذا التعليق، يعني شكرا على الاشتراك، ولكن الأفضل أنك تأخذ هذا التعليق، ويعني أنه ما يكون عندك فكرة أنه هذا غير مناسب. كل التعليقات اللي بيكتبها اليوتيوب هي تعليقات مناسبة. فبنضغط هنا على هذا التعليق، وبنضغط على السهم، فبالتالي على طول بيروح التعليق لهذا التعليق. فيعني أتمنى إنها تكون الأمور واضحة، وأكيد راح تساعد
منشئي المحتوى على يعني اختصار الوقت، يعني واحد عنده مثلا 200 تعليق على الفيديو، فممكن ياخذ وقت كثير معه وهو بيكتب، لكن هذا يسهل بشكل كبير جدا. نلاحظ هنا في كمان يعني لغات يعني ممكن انت ما تفهمها، لكن هنا واضح انه مثلا كاتب لك وعليكم السلام، ويعني هاي اللغة انا بصراحة ما بعرفها، يمكن الاندونيسية. على كل حال نتمنى انكم يعني هذه التعليقات تساعدكم في الرد على التعليقات. والآن بدنا نتكلم عن كيفية حصولك على مشتركين. يعني أنت بإمكانك من خلال الدخول إلى هذه التعليقات، مثلا إذا دخلت على قناتي ودخلت على هذا الفيديو راح تلاحظ في عندك حوالي 700 تعليق، فبإمكانك أن تتفاعل مع هذه القنوات وتحصل على مشتركين من خلال التفاعل مع هذه القنوات. عندك 700 تعليق، بإمكانك يعني تدخل إلى التعليقات وتعمل لهم اشتراك أو تعمل لهم تعليق وتعمل لايك وهكذا. يعني النشيط بإمكانه يستغل هذه التعليقات بحيث أنه يحصل على مشتركين جدد. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.